بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. كل سنة وانتم طيبين بالصوم الكبير وبأحاد الصوم الكبير الجميلة. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن الأحد الثالث الابن الضال. حد التالت ده بقى بتاع الابن الضال يعني من الأحاد الجميلة جدا في كنيستنا وفي التأملات اللي فيها. نجيب معلمنا ماري لوقا البشير الصحاح 15 بيقدم لنا ثلاث حاجات ضايعة، ثلاث حاجات مفقودة: خروف ضال، درهم مفقود، ابن ضال. ثلاث حاجات: خروف ودرهم وابن. عشان كده جه معلمنا ماري لوقا البشير الصحاح 15 من الأناجيل الجميلة اللي تبين يعني قد ايه محبة الله لأولاده. لأن كل إنجيل أو كل قصة في إنجيل معلمنا لوقا البشير الصحاح 15 بتنتهي بكلمة توبة. في القصة الأولانية في الخروف الضال يقول كده: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. في الدرهم المفقود: هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. في الابن الضال ما ذكرهاش بقى كده، لا، اختتم القصة لما بيخاطب الابن الأكبر قال له كده: أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يبقى النهاردة التوبة هي حياة، التوبة هي انك انت يعني ربنا بيرجعك، كنت ضال ورجعت، التوبة كنت ميت وقمت، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يعني التلات القصص بينتهوا بمفهوم التوبة صراحة في اتنين، وواحدة قالها بطريقة تانية خالص، قالها بكلمة ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. بنعمة ربنا هنتأمل في قصة الابن الضال. طبعا قصة جميلة، بس هي يعني حوالي يعني من آية رقم 11 إلى آية رقم 32، في حوالي يعني 21 آية مليانة تأملات كتيرة جدا. نقرأ جزء صغير منها ونشرح القصة براحتنا بعد كده. هنقرأ الجزء هو أو الآيتين بتاعة الابن لما ابتدى يجوع. خلي بالكم الابن ده ابتدى يجوع، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدع لك ابنا، اجعلني كأحد أجراءك. فقام وجاء إلى أبي. أنا عايز أركز بقى معاكم النهاردة في القصة دي بالجوع، قصة الابن الضال والجوع. قصة يعني مهمة جدا، لأن هو يعني لما ملقاش حد بيديه وجاع رجع إلى نفسه. هنركز عليها شوية الحتة دي، بس الأول نحكي القصة من بدايتها. إن أب غني عنده ولدين حلوين، واحد كبير شغال في الغيط والصغير قاعد
مع ابوه في البيت الصغير طبعا، يعني ايه عايز بقى يعيش حياته، يعني انا هفضل كده قاعد كده يعني عايزين نعيش بقى، عايزين نعيش بقى كده، نفضل كده قاعدين كده، هات نص فلوسك، هات نص فلوسك، اعطيني القسم الذي يصيبني من المال، هات نص فلوسك. فالاب قسم عيشته، قسم 10 فين انت 5 وده 5، مليون في البنك انت 500 وانت 500، كان كل بقى عندنا 20 بقرة انت 10 وانت 10، قسم. عندك ايه تاني؟ لا انت ناسي ان عندك حتة ارض مش عارف فين نسيتها، نسيتها خلاص، انت نصها وده نصها. عمال كل شوية عمال يقول لابوه لا انت ناسي مش عارف انت عندك ايه، هات قسم خاطر ايه يبقى نبعد. عشان كده الكتاب المقدس قال في أي رقم 3، بعد ما قسم عيشته وبعد أيام ليست بكثيرة، كلمة خلي بالكو قوية جدا، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر. يعني مجرد ما أبوه قسم مش عايز يعيش معاه، يعني 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 مش مثلا وبعد ايام وسكت معلمنا لوقا، او يعني ما ذكرش خالص ان ايه وبعد فتره، لا بعد ايام ليست بكثيره، يعني يطلعوا ايه 3 4 ايام 5 ايام، لما كده ظبط الاراضي وظبط الورثه اللي خدها بتاعت ابوه دي، بعد ايام ليست بكثيره خلاص هو نوى. خلي بالكو ده هنا معناها ايه؟ ان هو النية انه مش ياخد النص حاجته ويفضل قاعد، لا ده النية انه يمشي، النية انه يبعد. هنا كان بيدبر النية، كان يضع في قلبه انه هيمشي. وبعد ايام ليست بكثيرة هو كان ايه بيظبط وبيخطط انه ايه يمشي، جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر. طب يعني خد جزء وخلي جزء حتى لما ترجع، يعني حتى يبقى ليك وش انك ترجع، لا جمع كل شيء وسافر، وسافر الى قرى بعيدة. قرى بعيدة يعني انت لا تجيلي ولا نجيلك. طب ابوك عيان تعالى بص عليه، لا مش جاي. طب يعني محتاج يعني ده فرح اخوك، لا مش جاي. طب اي مش جاي، كوره بعيده، كوره بعيده، بحيث ان هو لا يشوفه ولا حد يدور عليه ولا هو يدور على حد. هنا بقى تبتدي هو والمال، هنا بقى يبتدي هو والمال. عشان كده سيدنا المسيح قال ايه؟ ما ينفعش انك تعبد سيدين، يا اما تحب الواحد وتحتقر الاخر، يا اما تمشي مع الواحد وايه تلازم واحد وايه تبغض الاخر. يعني ما ينفعش انك انت تمشي مع الاثنين، ما ينفعش يبقى عليك ايه سيدين، هتحب واحد وتحتقر الثاني، يا اما تلازم واحد وتبغض ايه الاخر، ما ينفعش انك تمشي مع سيدين. فهنا هو ترك ابوه تماما وابتدى يهتم ايه بالمال. هنا بقى ابتدى ايه اله المال يشتغل، هنا ابتدى اله المال يشتغل، ابتدى ايه اله المال يشتغل وايه بزر، بزر كلمه شديده قوي، هناك بزر ماله بعيش المصرف، ينزل موبايل مش عارف ايه جديد هاته، ينزل مش عارف ايه بتاع، لا 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 هات الحديث، ينزل مش عارف ايه هات مش عارف ايه، عمال يجيب اغلى حاجه واحسن حاجه واجدد نوع واجدد كل حاجه من جديد، ما نجيبش حاجه قديمه، لا 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 هات 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 الجديد، هات كده على طول، كله كله جديد كله.
بأرقام، هات هات هات. مش مثلا وتاجر، ما سمعناش ان هو مثلا ايه ونخد مثلا في فلوسه وتاجر فيها مثلا، لا ما حصلش. ما سمعناش ان هو لا تاجر ولا راح مثلا عمل مشروع ولا ما عملش حاجه. ده واحد خد الفلوس وعمل ايه؟ يسحب 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 يسحب. فلما انفق كل شيء كل شيء. جميلة قوي كلمة كل شيء دي، مش انفق ماله، ده انفق كل شيء. يعني كمان واضح انه باع هدوم. انفق كل شيء، وكان ماشي بهدوم حلوة وهدوم كويسة. انفق كل شيء. حدث جوعا شديد في تلك الكورة، ابتدأ يحتاج. هنا بقى اللفظ اللي هو ايه شديد، الاحتياج. كلمة قوية جدا، الاحتياج. كلمة يعني كتاب مقدس بيطلعها كده، يعني وقت تلقى يحتاج، يعني عايز، يعني ايه؟ يعني جاي يحط ايده في جيبه، يعني ممكن مثلا تحط ايدك في جيبك تلاقي مثلا ايه فلوس، يعني متينات، وبعد كده مرة تحط ايدك في جيبك تلاقي خمسينات، ومرة تحط ايدك في جيبك تلاقي يعني عشرات. تخيل بقى مرة يحط ايده في جيبه ما لقاش حاجة خالص، لقى جيبه فاضي. هنا بقى الاحتياج، مش لقى يعني ان هو مع، لا، هنا ايه ابتدى يحتاج. انا عايز. ابتدى اول مرة يحس ان هو عايز. خلي بالكم، اول مرة في القصة يبتدي يحس ان هو عايز. هو ابتدى القصة بأعطني. خلي بالكم، يا ابي اعطني. يعني هو ابتدى القصة يا ابي اعطني. دخل مع نص القصة ابتدى يحتاج، فعايز حد يديه، فابتدى يدور، بس مش من ابوه. ابتدى يدور ايه اللي هم يعني كانوا ماشيين معاه قبل كده. يا عم مش انا عزمتك قبل كده في مطعم حلو وكلت معايا وهيصتك بالليل وبسطتك، يعني ما طب شغلني، طب اكلني حاجه، طب اديني حاجه. قال له بص، عندنا مزرعه خنازير هناك، تروح تقعد فيها؟ قال روح. فراح مزرعة الخنازير. الآية الصعبة بقى، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. الآية دي صعبة قوي، الآية دي صعبة. ولما يكون واحد طالع من بيت، ويعني دول ولدين، دول ولدين عند راجل غني، عند راجل يعني طالعين من ولاد عز، يعني طالع بقى يعني عمره ما اشتغل، يعني عمره ما اشتغل حاجه، يوم ما اشتغل عند خنازير، ويوم ما يعني يشتهي، يعني ما كان يمشي مثلا محل كده مش عارف عامل مش عارف ايه اكله حلوه، يخش ياكل براحته. يا بابا انا عايز اخش المحل ده، يا اخويا تعالى اغشيك فيه يا حبيبي. لكن يوم ما يشتهي ياكل اكل خنازير، ويا ريت حد بيعطيه كمان اكل خنازير. هنا بقى ابتدى من اول ايه رقم 17 ابتدت الحكايه بقى ايه، فرجع الى نفسه. الله، يعني انت كل اللي فات ده ما كانش نفسك جواك، كان عقلك ما كانش موجود؟ لا، كل اللي فات ده ما كانش عقلي موجود، عقلي كان في الحسابات. كل اللي فات دوت انا كان الاله بتاعي هو المال. من اول الايه دي ابتدى ايه الاله بتاعي يبقى ايه، يبقى الله. من اول الايه رقم 17، من رجوعه الى نفسه ابتدى الاله يبقى هو الله، فرجع الى نفسه.
وقال: كم واحد من اللي بيشتغل عند ابويا بيفضل عنده الخبز وانا اهلك جوعا؟ دايما الخبز، لما يكون عندنا عمال ممكن نطلع صينية كبيرة فيها اكل، يعني اي اكل، والعيش يعني دايما نطلع صف عيش، يعني دايما يكون مثلا عندك ضيوف ممكن تطلع اطباق بعدد اللي هياكله، لكن العيش دايما نطلع عيش بزيادة، دايما العيش كتير طلع. مفيش واحد بيروح يشتري رغيف وهو مروح بالليل حتى لو عايش لوحده، لان واحد مروح يقول لك ايه، اجيب 5 ترغيف، اجيب 10 ترغيف، دايما وهي بتخبز مثلا بتعمل عيش شمسي ما بتعملش رغيفين على قدها، لا تعمل ايه بزياده، دايما العيش دايما نعمله بزياده، دايما العيش بالذات يتعمل بزياده. فهو ما افتكرش الاكل، افتكر العيش، ودي يعني دايما العيش مش ما حدش ياكل عيش بس، يعني دايما العيش جنبي حاجه، ما قالش يعني كم اجير عند ابي يا فضل عنه الخضار ولا اللحم ولا الفراخ ولا لا، العيش اللي هو موجود على السفره وبكثره. يوم افتكر العيش في بيت ابوه، يعني هو انا هنا اهلك جوعا، وبيت ابويا الخبز. خلي بالكم بقى، الابن دوا اشار لينا الحاجة مهمة جدا. السيد المسيح قال على نفسه انا هو ايه، الخبز السماوي، دي قالها لما قال ايه، انا هو الخبز الذي نزل ايه من السماء، ده في انجيل معلمنا يوحنا البشير. الآية دي مهمة جدا، يقول ايه في انجيل معلمنا يوحنا صح 6: الحق اقول لكم، ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لان خبز الله هو نازل من السماء الواهب حياه للعالم. الحته دي مهمه جدا. فقال له: يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. الحته دي مهمه جدا، اللي هو ايه، ربنا يسوع المسيح هو خبز الحياه. عشان كده في لحن جميل اسمه بؤيك بيتقال في التوزيع ايه عن خبز الحياه. سيد المسيح هو خبز الحياه، اللي هياكله لا يجوع ولا يعطش، اللي هياكله لا يجوع ولا يؤمن بربنا يسوع المسيح مش هيعطش. وايه ده خبز، لان خبز الحياه هو النازل من السماء الواهب حياه للعالم، واهب حياه. عشان كده الابن الضال في اخر ايه قلت لكم في قصه الخروف الضال قال اتكلم على التوبه، السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 بار لا يحتاجون الى ايه لتوبه. وفي قصه الضال المفقود السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، هنا ما قالهاش بقى كده، قال ايه، لان خاطب الابن الاكبر قال له اخوك ده كان ميتا فعاش، كان ضال فوجد، هو لقى الخبز، هو افتكر الخبز، بس هنا كان اشاره للخبز الحقيقي النازل من السماء الواهب حياه للعالم. واهب حياه للعالم يعني ايه، كان واحد ميت وكل هذا الخبز وخد ايه الحياه، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وفعلا رجع لابوه، وابوه طبعا بحنيه الاب لما شافه من بعيد ايه، هو اللي جري على ابنه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، تعالى يا حبيبي، خده في حضنه، يا خده في حضنه، تحنن وركض. دي آية جميلة جدا، ربنا مش مستنيك انت لما تجيله،
ربنا بس مستنيك انت بس تقول بس يعني ايه، انا يا رب رجعت لنفسي، ما تقولش غير كده، يا رب انا رجعت لنفسي وانا نفسي اجي لك نفسي. طب امشي خطوه واحده كده، امشي خطوه واحده وهتلاقي ربنا هو اللي رقد. يا ريته يقول مشى فتحنن ومشى نحوه، لا كلمه صعبه قوي، فتحنن ورقد. الاب هو اللي جري على الابن، يا رب يعني انت يا رب في الصوم الكبير بتدور علينا ان يعني ان احنا بس يعني 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 بس ننوي ان احنا يعني يبقى نفسنا ان احنا نعيش معاك، او يعني نرجع لك يا رب. ما تستناناش ان احنا نرجع لك، ده انت بتتحنن وتجري ناحيتنا احنا. ايه محبة الله الغريبة دي، قوية دي. فتحنن ورقد، يعني يعني مش مش يعني يا ريته مثلا وقف استنى لنا ولا مشي ناحيته شوية، هو يمشي خطوة بيمشي خطوة، لا ده هو لما شافه من بعيد هو الأب جري بسرعة على ابنه. ده ربنا واقف مستنينا بس، نفسي يا رب ايه، نفسي راح اتناول، انا نفسي يا رب اخش احضر قداس، نفسي يا رب اقعد مع اب اعترافي، نفسي يا رب كده يعني اقعد يا رب اقول ترنيمه كده بالليل كده، نفسي يا رب اقوم اصلي كده نص الليل بالليل، نفسي يا رب كده اتامل كده يا رب كده، نفسي اخد خلوه في الدير. بس بتنوي يعني ربنا بياخدك كده يقول لك لا تعالى انت لسه هتفكر، تعالى انا هجري وخليك تتمتع بيا. يعني قوية جدا، قوية جدا، كلمة فيها 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 محبة ربنا بطريقة يعني طريقة غريبة. وقعد وخده وقبله، فرح الابن قال له يا أبي أخطيت إلى السماء قدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا. فالأب أنت لسه هتتكلم؟ لا خلاص أنت مجيتك كده كده، خلاص مجيتك كل حاجه اتنست. طب انا جاي ابقى يعني عايز ادور على الخبز بتاع العبيد اللي بيفضل منهم، هاكل معاهم تاكل معاهم؟ لا، طلع بقى ايه الحله الاولى، البسوه وحطوا خاتم في ايده وحط في رجليه، وهاتوا العجل المسمن واذبحوه عشان ناكل ونفرح. ايه ده؟ قول له وخاتم وحذاء واكل حله بدون جديد. ربنا لما بنرجع له بالتوبه بايه بيكسينا بايه بنعمته، يدينا ايه، يدينا حله جديده. خلي بالكم يدينا حله جديده، ما التوبه دي معمودية تانية. انت بتبتدي ايه، انت بتنزل في المعمودية، مدفونين معهم في المعمودية، والمعمودية ما بتتكررش، المعمودية مرة واحدة عايش. بعد كده انت بتطلع من المعمودية يعني ايه حاجة كده جديدة. طب لا انا المعمودية مش واحدة، طب لا انا ايه، لا انت تتنقل بطريقة تانية، تبقى الاعتراف، تطلع من عند ابونا ايه زي انبا موسى كده لما اعترف واصبح كل الورقه بتاعته، قال له اصبحت ابيض كلك يا موسى. خلاص ليه؟ بالتوبه والاعتراف. فانت تاخد ايه؟ تاخد حله جديده، وبعد كده تاخد خاتم. دايما الخاتم يرمز لايه؟ يرمز للسلطان. كان زمان الخاتم بتاع السلطان او الملك في الختم بتاعه، لما بيختم الورقه بيختم يمسك الخاتم بتاعه بيختم بيه، عشان كده يسموه خاتم. خاتم يعني ايه؟ بيختم بيه زي ختم النسر. ايه ختم النسر؟ مثلا ايه بيجي مثلا واحد بيختم ورقه يقول لك اه يا ايه استنى ايه اكتبها واستنى ما اختمها لك. ختمه يعني بياخد ايه؟ ياخد قوه. فالخاتم ده كان بيبقى عليه امضاء الملك، بحيث لما يجي اي ورقه يروح يختمها بالخاتم اللي في ايده. وحذاء في رجلين، تمشيش كده حافي، لا لازم تمشي بحذاء في رجليك. وايه
تقعد كده تاكل عيش، ده انت تاكل العجل المسمن، هذا العجل المسمن اذبحوه. كل ده ليه؟ لان ابن هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ابتدوا يفرحون، فابتدوا يفرحون. مين فينا ما خرجش من تحت ايدين اب اعترافه وهو مش فرحان؟ مين فينا ما خرجش من تحت ايدين اب اعترافه وهو مروح بالليل في الليله دي ويبقى مبسوط جدا بجد؟ يعني مين فينا ما راحش كده اب اعترافه واعترف بخطاياه وقرا له التحليل ما روحش في الليله دي بمنتهى الفرح؟ مين فينا دخل الكنيسه وحضر قداس واتناول ما روحش فرحان؟ مين فينا دخل الكنيسه واتناول حضر قداس ما روحش فرحان؟ ايه ده؟ مين فينا ما قراش الكتاب المقدس وصلى كده تسبيحه حلوه كده في الكنيسه او في قلبيته او كده، يعني رفع قلبه كده في الليل لربنا ونامش فرحان؟ هو ده الصوم الكبير. هو الصوم الكبير يعني، واحنا لو خدنا الصوم الكبير بس طعميه وفول وبصاره وعدس بطننا هي اللي هتوجعنا، والقولون هو اللي يعني هنفضل نفتكر القولون بس. لا، مش هقول ابقى فرحان، ده بطني وجعاني من كتر الزيت ومن كتر ال، ويبتدي الواحد يبتدي يدور على الصوم في الاكل وبتاع وان معدته وجعاني وينسى الهدف اساسا من الصوم ايه. لا لا لا، ده موضوع تاني خالص، ده رجوع، رجوع، رجوع. واحد جعان، مين فينا مش جعان لمحبه ربنا؟ مين فينا؟ وخلي بالكم يعني ده كمان الكوره كان فيها جوع شديد، يعني مش هو جعان لوحده، ده كل اللي حواليه جعانين. مين فينا مش جعان لمحبه ربنا؟ مين فينا جعان انه هو مش عايز يعيش مع ربنا ويشبع منه؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم عن السامريه العطشانه، النهارده نتكلمنا عن الابن الضال الجعان، الاسبوع الجاي هنتكلم عن العطشانه. ايه ده؟ هو ده الصوم الكبير، الجعان والعطشان والمخلع والاعمى، هو ده الصوم الكبير، هو الصوم الكبير. مين فينا مش جعان؟ مين فينا مش عطشان؟ مين فينا مش مخلع؟ مين فينا مش اعمى؟ وهم دول الحاجات اللي ربنا ايه بيغيرها فينا. عم ناخد اسبوع اسبوع هنلاقي كل اسبوع يحمل كنوز جواه، كنوز. عشان كده ارجع افكركم بالايه بتاعت حد الكنوز، اوعى في الصوم الكبير تفكر فيما تاكل، فيما تشرب، فيما تلبس. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم، كل سنه وانتم طيبين، ولالهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد امين.